السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايبي معي بقناتي من جديد. طبعا أنتوا دايما منوريني ومشرفيني في القناة. اليوم رح نعمل أول شيء، رح هون أبلش أجهز الغداء. رح نعمل إن شاء الله موزات ملفوفة بالورق، وكمان على جنبها خضر. أول شيء عندي هنا قطع موزات الخروف، طبعا غسلتهم منيح، ضفت عليهم شوية زيت زيتون، كنت مقطع خضار بطاطا وجزر وبندورة وذرة طبعا طازة وبكدونس وبصل وثومة. هاي الخضار قطعتها وزي ما انتم شايفين بلشت أحرك فيها، أدمجها مع بعض. وهلا رح أبهر اللحمة وأبهر الخضار بنفس البهارات. البهارات اللي رح أضيفها على اللحمة رح أضيفها على الخضار. أنا الطريقة هاي عملتها يمكن مرتين على قناتي، اللي هي موزات الخروف المشوية بالخضار. فيكم تروحوا تعملوا سيرتش على جوجل أو على اليوتيوب وتحطوا موزات مشوية بالخضار قناة سفرة مع سمار، وطبعا والرابط راح يطلع لكم. أنا كمان في صندوق الوصف طبعا راح أحط الوصفة اللي الرابط القناة طبعا لهاي الوصفة، فيكم تكبسوا عليه وتطلع لكم الوصفة. أول شيء أنا هون بهرت زي ما أنتم شايفين، بهرت اللحمة وبهرت الخضار. بلشت أدعك باللحمة مشان تنمزج البهارات مع اللحمة. طبعا هون زي ما انتم شايفين بهرت الخضار بهرت اللحمة. هلا طبعا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طبعا هلا رح اجيب ورق الزبدة ورح اجيب ورق القصدير. طبعا خلينا نشوف كيف بدنا نلفهم مع بعض. ما شاء الله ريحة البهارات بتشهي. هون زي ما انتم شايفين بلشت احضر ورق القصدير. طبعا الافضل ان كمان نستخدم ورق الزبده في هاي الوصفه، لان من المعروف ان ورق القصدير مش صحي نستخدمه بدون ورق الزبده. يعني انا بفضل اذا دائما يكون موجود عندنا ورق الزبده بكون طبعا صحي اكثر، لان القصدير فيه مواد طبعا مش منيحه مضره للدماغ حسب ما بنسمع طبعا من بعض البرامج. هون زي ما انتم شايفين جبت ورقة القصدير، حطيت جواها ورقة من الزبدة وضفت عليها قطعة من قطعة موزة ومع شوية من الخضار ولفيتهم بهذه الطريقة. شايفين كيف؟ ولا أسهل من هيك. طبعا للناس اللي يعني مش متوفر عندهم ورقة الزبدة، فيهم أنهم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يجيبوا شاشة من القطن خصوصي طبعا بينطبخ فيه، ولفوا قطعة اللحمة والخضار بشاشة القطن وبعدين يلفوها بركة من القصدير. برضو هاي طريقة اقتصادية وطريقة صحية. زي ما انتم شايفين رح أكمل جميع الكمية. طبعا أنا الموزات بالخضار مشوية بالفرن الأكلة المفضلة لأولادي الشباب ولزوجي، كثير كثير بحبوها. فعلشان هيك دايما كل ما بتخلص من عنا بتيجي على بالهم. فطبعا أبو أحمد الله يعطي الصحة بجيب وبحكي لي اعملي لنا موزات مشوية بالفرن مع الخضرة، وفعلا هي كثير كمان صحية. شايفين يعني ما شاء الله، يعني قطعة واحدة مع شوية من الخضار وجبة مشبعة. طبعا اكيد انا رح اعمل على جنبها كمان رز بتتبيلة البهارات الصحيحة، طيب كثير على جنب هاي الاكلة. وفيكم تعملوا على جنبها اي نوع رز، يعني ما تتقيد بالرز اللي رح اعمله اذا يعني مش متواجدة عندكم جميع البهارات اللي رح اضيفها، بس هو كثير كثير طيب. طبعا فيكم تعملوا رز بالشعرية، تعملوا رز اصفر، رز اوزي على جنبها، أي نوع رز أنتم بتفضلوه فيكم تعملوا. طبعا هون لفناهم كلهم زي ما أنتم شايفين ما شاء الله. ضل شوية عندي، زاد شوية صغيرة من الخضار، رح ألفهم برضو ورق الزبدة وقصيرة، ورح أحطهم مع أخواتهم
كمان واتركهم ينشوا. طبعا هلا طبعا رح ارجعهم على نفس الصينيه اللي كانوا فيها، فيها اثار بهارات. طبعا رح اصف الموزات على جنب بعض بهاي الطريقه زي ما انتم شايفين. وهلا رح اضيف عليهم مقدار تقريبا كوبين من الميه، علشان بدي اياهم يكونوا طرايا ينشووا براحتهم ويكونوا ما يكونوش ناشفين ويعني ينحركوا. فزي ما انتم شايفين عودت حطيت عليهم ورقه من القصدير وحطيتهم على درجه حراره 500 فهرنهايت لاول ساعه، وبعد ساعه راح اهبط درجه الحراره عليهم 400 فهرنهايت اتركهم ينشووا على راحتهم. طبعا هذا الحكي كان تقريبا بعد قبل الظهر. نفس الشيء زي ما ذكرت يمكن قبل كم من يوم اني في فيديو طبعا مشتريات من عند العربي، اني جبت زيتون من عند العربي واني راح اعمله في فيديو. طبعا ما صح اللي اعمله كم من يوم اللي فاتوا. فهلا طبعا زي ما انتم شايفين جبت الزيتون ما شاء الله. طبعا هذا زيتون لرصيص، الرصيص اللي هو كبس الزيتون، يعني بتكون الحبة بنفضل انها تكون كبيرة ما تكونش كثير صغيرة، بيطلع كثير اطيب. رح طبعا اجيب قسم من الزيتون. طبعا انا مش رح اكبسه معاه كل يوم لانه بده وقت، لازم ننكعب مية علشان يزل كل الطعم المرار اللي فيه. رح اعمل نوعين، يعني اعمله على طريقتين. الطريقة هاي اللي هي الطريقة الاسرع وطيبة كثير كثير برضو، هي الطريقة التقليدية المتعارف عليها. بنجيب الزيتون زي ما انتم شايفين بمدكة او اي شيء او حجرة، بنبلش هيك نكسره تكسيرة خفيفة، بندك دكة خفيفة، لازم يكون في فتحة علشان يطلع كل المرار اللي فيه، وطبعا يعطينا نتيجة احسن. زي ما انتم شايفين الطريقة اللي انا اتبعتها هون، جبت كيس تفريز على خشبة، طبعا ما تعملوا على الجرانيتا لانه مش يعني ما بنصحكم. اذا بكون سطح ارضي عندكم اعملوه على الارض او على بلاطة، بس الاحسن يعني ما نعمله مباشرة على الجرانيتا. زي ما انتم شايفين حطيتهم في الكيس البلاستيك وبلشت بالمدكة اللحمة، بلشت ادقهم. والنوع الثاني، الطريقة الثانية فيكم انكم تشرحوهم بالسكينة بهاي الطريقة، تعملوا 4 حزوز في كل حبة او 3، بفضل انه يكون 4 حزوز، بس هاي الطريقة بتاخد وقت، فانا يعني حابب اعمل هاي الطريقة برضو. شايفين شو بيطلع؟ طبعا هذا الورق كليته لازم نتخلص منه ونشيله، بس انا ما رح اكبه ورق الزيتون، بسمع انه فيه كمان فوائد صحية كثير فرح احتفظ فيه فيهم وأشوف شو بقدر أعمل فيه. هنا أنا طبعا رح أكمل أول شيء الطريقة هاي إني أدكه، لأنه طبعا هاي الطريقة أسرع. طبعا طبعا في البلاد كنا وإحنا عند أمي، يعني قبل ما أتزوج عند أهلي، أهلي الحمد لله عندهم أراضي ومزروعة بأشجار الزيتون ما شاء الله، يعني بيكتفوا وبيعملوا الزيت من أرضهم ما شاء الله، بيعملوا كمية منيحة يعني كانوا. فكنا كليتنا نتساعد، فكمان أمي كان الله يعطيها الصحة يا رب، كانت تعمل تكبس زيتون بكميات كبيرة يعني لطول السنة وحتى يزيد من يعني، ومرات كمان يعني تعطي منه توزع منه، فالله يعطيها الصحة والعافية. فعشان لما كانت تطلع يعني تنكي كل حبة بحبتها وننكي معاها الحبة الكبيرة، على فكرة قطف الزيتون جدا جدا ممتع. هو صحيح تعب متعب، بس عن جد يعني راحة نفسية وإحساس كثير كثير حلو. الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب. فأمي كانت تعمل كميات كبيرة من الرصيص من الزيتون، فكانت تبعت الزيتون على حدا عنده ماكينة خصوصي لأنه يدك الزيتون، ما تاخدش وقت كثير. فبس طبعا قبل ما تنوجد هاي الماكينة كنا احنا دايما نساعد امي وندكه بهاي الطريقة. طبعا انا هنا طبعا الكمية اخذت مني وقت خاصة يعني اللي شرحته بالسكينة، فجلست قدام التلفزيون وطبعا بلشت اتابع برنامجي اللي بحبه،
وفي نفس الوقت شرحت الزيتون بالسكينة، أخذ مني شوية وقت بس الحمد لله أنجزتهم. هلأ حطيت النوعين كل نوع في صحن، وضفت عليه مقدار تقريبا معلقتين لثلاث ملاعق طعام ملح وعلى كل صحن، وضفت كمان يمكن ملعقة صغيرة أو أقل حتى من ملح الليمون، وحركتهم زي ما أنتم شايفين بهاي الطريقة. ورح هلأ أغمرهم بالمية. طبعا أنا حكيت مع أمي، وأمي حكت لي أنه لازم أغمرهم بالمية قبل ما أكبسهم ولمدة أسبوع مشان نتخلص من كل المرارة اللي فيه. طبعا أنا يعني كل يوم رح أزل عنه، أضيف عليه نفس كمية الملح اللي ضفتها وشوية ملح الليمون، وأزيد عليهم مية لمدة 4 لـ5 أيام. بعديها إن شاء الله رح أكبسهم، وأكيد رح أنزل فيديو خاص للزيتون إن شاء الله ورح تشوفوه على قناتي. طبعا بالنسبة للي دكيته بالمدكة، إن دكيت الزيتون هاي طبعا أسرع على اللي بده مستعجل عليه بده يتناوله، يعني بتتحمل من 2 لـ3 أسابيع أو شهر ففينا نتناوله، بس اللي شرحته بالسكينة أكيد رح ياخد وقت أطول. فللي مش مستعجل يعني بده يخليه لمدة أطول، في إنه يشرحه بالسكينة يعني هاي بتضاين طبعا لمدة أطول. طبعا هون أنا أخذت استراحة، فعملت لي كاسة شاي، وطبعا هذا الكعك اللي عملته معاكم من قبل في فيديو من الفيديوهات. طبعا رح أتناول حبة كعك معه طبعا أنا وكان زوجي وولادي، فرح أخذ هلأ استراحة وبعدين بدنا نشوف بعد الاستراحة شو بدنا نعمل. فالحمد لله رب العالمين، يعني هلأ موسم الزيتون والله ينصر أهالينا بفلسطين والله يقويهم يا رب ويفرج همهم ويعطيهم الصحة وهداية البال يا رب، وإن شاء الله الله ينصرهم على أعدائهم. طبعا إحنا قلوبنا معاهم دائما، طبعا أهالينا موجودين هناك، أصحابنا، جيراننا، أهل البلد، أهل الوطن، طبعا الله يفرج همهم وهم الدول العربية أجمعين. طبعا هون أنا كنت ناكعة تقريبا 3 كسات من الرز البسمتي السيلة، الرز هذا جدا جدا شهي. عندي هون بهارات صحيحة، عندي بصلة صغيرة مفرومة، طبعا عندي كمان كنت ناكعة من بودرة غروب الشمس شوية مع شوية مي، ونكعت كمان الكركم عشان بدي ألون الرز فيهم. أول شي هون حميت الزيت، زيت نبات استخدمت، فيكم تستخدموا سمنة إذا بتحبوا، وضفت عليهم البصلة، شوحت البصلة شوية مع الزيت. وهون أنا ضفت البهارات الصحيحة اللي هي ورق الغار واللومي وحب الهيل، فلفل أسود، طبعا عود من الكرفة، وضفت كمان فلفل حار زي ما أنتوا شايفين، وثلث سنون من الثومة، وكمان طبعا اللحمة بالفرن المية اللي زلتها زليت منها شوية بالشاف علشان بدي أستخدمها في طهي الرز. طبعا هون شوحت البهارات، ما شاء الله ريحة البهارات بتشهي، البهارات الصحيحة، الكرفة واللومي طبعا، وريحة الفلفل كثير وحب الهيل جدا بتشهي. طبعا أنا غسلت الرز وصفيته وضفته هلا على البهارات الصحيحة، وبلشت أحوسه مع البهارات الصحيحة مشان يطعم. ودائما الأحسن إن نحوس الرز دقيقة قبل ما نضيف عليه الشوربة، هيك بيتشوح شوية مع الزيت ومع البهارات بيعطينا طعم رائع. طبعا هون ملحت، ضفت الملح وضفت الشوربة على الرز، وطبعا هلأ بمجرد ما يغلى شوية وتظهر الفقاعات رح أوطي عليه. طبعا هون بعد ما قرب على الاستواء قبل ما أطفي عليه بـ5 دقايق، ضفت العصفر أو الكركم، وضفت الملون الثاني اللي هو بودرة غروب الشمس، ورح أتركه يستوي لبين ما يتفلفل. طبعا طبعا هون استوى عند الرز ما شاء الله، كان مفلفل كل حبة بحبتها، شوفوا ما أحلى وما أحلى لونه، وفي كمان لمعة بشهي كان عن جد. طريقة الرز هاي طريقة جدا رائعة وطعمة، وشوفوا هالألوان، اللون الأصفر مع الأحمر، كتير الألوان حلوة.
طبعا هون استوت اللحمة كمان، هلا موعد السكب. سكبت الرز وكنت بدي أكلي لوز وزبيب، كنت ناسي، هلا رح أكليهم على السريع. جبت مكلاة رح أضيف فيه زيت، طبعا زيت نباتي، بمجرد ما يسخن رح أضيف عليهم اللوز. طبعا المكسرات فيكم تضيفوا أي نوع مكسرات أنتوا بتحبوه بتفضلوه، أنا عندي هاي النوعية من اللوز بنحبها، عندي اللوز المشرح لنصين، وعندي كمان الزبيب الأسود كان خالص من عندي، الزبيب الذهبي أو الأصفر، فالجودة من الموجود. فضفت النوعية هاي من الزبيب بعد ما تحمر اللوز، طفيت الغاز وضفت الزبيب، بس بمجرد ما سخن على سخونة اللوز وهيك صار عندي جاهز. طبعا زينت الرز بالمكسرات باللوز، ما شاء الله شوفوا لي هالمنظر بشهي عن جد، كان كثير كثير طيب. وطبعا هلا طلعت الموزات من الفرن، وطبعا طيب على جنب هاي الأكلة يعني اللبن، حطيت لبن لأنه الرز مبهر وفي طعم كثير زاكي من البهارات الصحيحة واللوز والزبيب، فحكيت أولادي بحبوا مع هالأكلات اللبن، يعني لو بدي أعمل سلطة مش رح يأكلوها، ولأنه كمان اللحمة معها خضار فما عملت سلطة. فحبايبي بتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا فيه، واستنوني بفيديوهات وصفات جديدة، وتركبوا معايا إن شاء الله الفيديو الجاي رح نعمل مربى القرع إن شاء الله، ووصفات كثير طيبة وحلوة. وحبايبي رح أنهي الفيديو لهون، شكرا لكم حبايبي، وباي باي.